Mini studio. صار وقت ميني ستوديو على شاشة الام تي في. أكيد كلكم ناطريننا ومحمسين لتبلش حلقتنا, ومثل ما تعودتوا كل يوم حلقتنا بتبلش بجاسبس ومن بعد أكيد بننتقل لعند كيكي وكل أكيب ميني ستوديو. يوم بجاسبس عندي كمان خبريتين كتير حلوين حبيت أحكيكم فيهم. أول خبرية هي عن أريل من The Little Mermaid. هيدا الفيلم طلع من بعد آخر فيلم لديزني تشانل اللي هو Sleeping Beauty اللي نزل بال 1959. من بعد Sleeping Beauty بال 59 بثلاثين سنة من بعد 59 بثلاثين سنة قرروا إنه ينزلوا The Little Mermaid. كانوا مقررين إنه ما بقى يعملوا موفيز عن برينسس, ولكن رجعوا قرروا إنه يعملوا موفي جديد وكان The Little Mermaid. وبس نزل هذا الفيلم لقى نجاح كتير كبير وربح جوائز كتير لأنه كان كتير حلو. رح نحضر هلأ مقطع منه مغنية من The Little Mermaid, وأكيد من بعدها في خبرية تانية خليكم عم تحضروا. Beautiful voice. Eric, I think you swallowed a bit too much seawater. Off we go. Along then. We just want to forget this whole thing ever happened. The Sea King will never know. You won't tell him. I won't tell him. I will stay in one piece. I don't know when. I don't know how. Watch and you'll see. Someday I'll be. Heart of your world. ومن أريل رح ننتقل هلأ لتاني خبرية لليوم, وهي كمان عن شخصية بأفلام ديزني تشانل كنا نشوفها كتير, هي تينكر بيل. تينكر بيل من بيتر بان هي شخصية كتير مهضومة كتار حبوها. بدي لكم اليوم بجاسب سيدي خبرية اكسكلوزيف لنا انه تينكر بيل منا شخص هيك اخترعوه فجأة, إنما في موديل اسمها موجودة اسمها مارغريت كاري طلعوا فيها واستوحوا منها شكل أو وش تينكر بيل. من بعد ما تأملوها مزبوط وصاروا يرسموا ويغيروا طلع بالأخير معه النتيجة النهائية تينكر بيل الكرتون يلي عم نحضره على ديزني تشانل. فإذا تينكر بيل وكتار من الشخصيات رح نرجع نشوفهم بعدين بحلقاتهم بجاسبس ما ينوجدوا فجأة, إنما في أشخاص موجودين بالحقيقة بيشبهون كتير 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 استوحوا منهم هالشخصيات. هلا رح نحضر سيلينا جوميز مش تينكر بيل ميوزك فيديو كتير حلو سلو داون, وأكيد من بعد حلقة من الاستوديو رح تبلش. Captured your attention. I wanna steal you for a rhythm intervention. Mr. T, you say I'm ready for inspection. Show me how you make a first impression. حذرتوا شو عم قول؟ عم بقلكن هاي أنا اشتقت لكم كتير. هيدا هو موضوعنا لليوم. شو هو؟ هو إنه نفسر بالحركات بدون الحكي, يعني نعمل مثل الميم أو المسرح الإيمائي. المسرح الإيمائي هو مسرح ما بيستعمل الحكي, بيستعمل الحركات, الإيدين, الميك اب. وأكيد فينا نعبر ونحكي عن أشياء كتيرة بإيدينا وبحركاتنا وبجسمنا بدون ما نحكي, وأنتوا بتعرفوا أحسن مني. وفي ألعاب كتيرة بتلعبوها بين بعضكم وبتكونوا عم بتمثلوا بتحذروا غيركم كلمات أو أسامي أفلام أو أغاني بواسطة الميم. ميم جاي من ميمي,
ميمي هو فعل فرنساوي بيعني انه بدنا نعمل حركات بدون ما نحكي ونفسر لغيرنا اشياء بهالحركات. فاذا هيدا رح يكون موضوعنا لليوم، بس مثل دايما ما رح ننسى ناخد كتاب ونتعرف على كتاب، واليوم كتابه لاصحابنا الصغار. ميزاني موج جاردان اتوشي. بما انه هلا تقصر حلو كتير وصرنا نطلع على الجنينه، صار فينا نكتشف حيوانات وحشرات كتيرة موجودة بالطبيعة. هيدا العصفور اسمه لوميغل، وهون عنا لغوش غورج، نوع من العصافير كمان. هالكتاب بيخلي أصحابنا الصغار بواسطة حاسة اللمس يتعرفوا على الحيوانات المختلفة ويتسلوا بنفس الوقت. هيدا كتابنا لليوم. فإذا الكتاب دايما مفيد وبيعلمنا أشياء كتيرة. بميني ستوديو كمان نتعلم أشياء، بس كمان منلعب نتسلى ومنربح. تعالوا نبلش حلقتنا بلعبة حلوة. هاي لكل يلي عم يحضرونا، تتذكر السؤال يلي سألكن يا فيليب هديك الجمعة، يلي هو كم مرة لازم نفرش سنيننا بنهار؟ مين جواب عليه مزبوط يلي هي منيرنا فخري، وأكيد رح تربح هدية. خلينا نشوفها كلنا سوا مع بعض. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. مبروك ميرنا فخري على هيدي الهدية، وأنا كتير مبسوطة لإلك، وأكيد غيرك كمان رح يجاوب على السؤال الجديد يلي رح أسأله اليوم، يلي هو وين وأي بلد منلاقي الكانغورو؟ إذا عرفتوا تجاوبوا على هيدا السؤال أكيد بتعملوا مثل ما ميرنا فخري عملت، بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتعملوا لنا لايك وبتجاوبوا على السؤال. وهلا رح قلكن باي لليوم وبشوفكن بحلقة تانية. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. بدي صير معلمة، وبعد الظهر بدي غني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. جون فاعور بحب كتير الفوتبول وما بحب أبدا يأكل كونفيتور أو مربى. ماريا موسى بتحب السكوت كتير وما بتحب أبدا التربية. ومثل كل يوم اللعبة يلي بتنطروا كتير رح تبلش وان منت قد بقال أف. كلنا صرنا جاهزين وناطرين انه نبلش نلعبها لنشوف مين معقول يكون الربحان ويفوز باليوث باكج من بنك ليبانو فرانسيز. ماريا جاهزة؟ يلا ستارت جيم. معك دقيقة واحدة لتجمعي أكبر عدد من النقط. 60 20,000 16 بدنا 75 56,000 إذا غلبتك بس عليهم بيرجعوا لمحلهم. أوكي 50 وحدة تانية 70,000
110,000 135 وخلص وقتك ماريا. ماريا بديها قدرت تجمع 3,215 نقطة. هلأ صار وقت جون يلعب لنشوف إذا رح يكون السكور تبعه مثل سكور ماريا أقل أو أعلى. بلاي 20 5,000 40 25,000 15,000 30,000 بدنا نحن قد ايه؟ 80. إذا غلبطت تبوس عليهم ليرجعوا لمحلهم. وحدة تانية بدنا 121. خلص وقتك جون، وجون بدقيقة قدر يجمع 1835 نقطة، وهذا السكور. مين بيكون ربح معنا اليوم؟ ماريا. ماريا أنت اللي ربحتي. رح نشوف كلنا سوا شو هديتك ونقول لك مبروك. نقول كمان مرسي كتير لجون لأنه جيت، وعتز على نحن ناطرينك ترجع تجي لعنا مرة تانية وتلعب، لأنه ميني ستوديو هو برنامجكم. مثل ما أجوا الـ MS Club Members اليوم لعنا، أنتم كمان فيكم تجوا، فوتوا على بيج بانك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب وسجلوا كل أساميكم هونيك. نحن بنرجع بنتصل فيكم وبندعيكم تجوا لعنا. أما هلا رح نروح دغري ونشوف شو هدية ماريا ونقول لك كلنا سوا مبروك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو ميني ستوديو. بدو ينام بدو ياكل بوزة بنفس الوقت. عم يخفى مزبوط. وغفى بالاخر هو لقت البوزه. هيدا كان فيديو تبعنا اليوم بفاني فيديوز. هيدا الفيديو شفته عن فيسبوك بيج، حدا حاطط له بوست. انتم كمان اذا عندكم فيديو مهضوم حابين انه تفرجونا اياه، كمان فوتوا على فيسبوك بيج اعملوا لنا لايك واعملوا بوست، وانا فرجي هون بفاني فيديوز. باي. هاي رادون، كيفك؟ ما قلت لي مش حال الكاستينج؟ لا. طيب ليه مش عم تحكي؟ ما بدك تحكي؟ عم يوجعوك زعيمك يعني؟ ما عم يوجعوك زعيمك؟ صوتك مبحوح؟ لا صوتك مش مبحوح. طيب انت منيح. طيب ليه مش عم تحكي منزلك منيح؟ هي اخر وحده، هي فهمتها، لانه هي بتعبر عن اللي انا حاسه هلا. ما عم بفهم شيء. هيك يا للوت، شو بدك يعني؟ ليه ما عم تفهم؟ من الاول شو عم بحكي انجليزي لما تفهم علي او عم بحكي فرنسي؟ يا ريت عم تحكي انجليزي، ما عم تحكي بالمره. خلص انا هيك قررت تصير. شو قررت تصير؟ انا قررت تصير ممثل ايمائي. ميم ميم. نعم. ولوين ناوي توصل؟ على السما. لوين بدي اوصل يا الي؟ قررت انا خلص خلص. هي هي بيناتنا إلي أو لك حدا سمعنا؟ مش مفروض. أنا فشلت بالإنجليزي وبالفرنساوي. هي متفقين عليها. والعربي كمان مش ضليع فيه. صح. لوين رايح مثل؟ وين بدك إياني أنجح؟ وين؟ ما بنجح بالتمثيل الصامي. ها هي ميم. يعني بتمثل بلا ما تحكي. ميم ميم. الأو ما بتنفهم، إي والإي ما بتنفهم، أو ولا أو ولا شيء. أها. ما بدي.
مثل ما مهم وصل المساج للعالم. طيب هين كثير إلي. طيب. وانا بحب التمثيل، انت بتعرف انا بدمي بحب التمثيل. اكيد بدك رايي طبعا. طيب لما اعطيك اياه دغري واحكم عليك بسرعه رح اطلب منك تعمل لي ولانه شي حركه وجرب انا احذر. برافو عليك طيب قلبي. يلا هي ركز بس. ركز كثير. اوكي يلا. انت بدك تزق. لا حذرت. لا بلا عن جد حدا ساعدك فيها. لا ما حدا ساعدك. لا بلا حدا ساعدك فيها. انا ذكر هذا ما فيك تقول. شو انا بدي زقف له نص ساعه بعمل لك انا بدي سافر ولما اصير ستار وعلى هوليوود. هاي طلعت معك انا بدي زقف. يعني انت بكره بدك تصير ستار وتسافر على هوليوود كلهم طلعوا معك بهالحركتين. ايه ليه ما بينوا هي الشطاره يا الي. بدك بلا بلا رادوا بينوا كلهم. طب كيف يعني انا لا ماشي معك بالانجليزي ولا بالفرنساوي ولا بالتمثيل الصامت كمان. رادو عن جد بتضحك انت. رح قوم انا فل هلا وانت تمرن شوي بركي ما حدا بيعرف بركي بعدين يزبط الحال معك. خلص الي خلص خلص يجي بيفقسني وبقول لي بركي برجع بظبطها. طيب يا رادو شو بدي اضحك عليك واقول لك انت كثير منيح وهن مش ظابطين معك تمرن عليهم وانا بركي برجع بعدين بشوف اذا زبط الحال يعني. خلص اتفقنا؟ لا ما اتفقنا. ما تزعل رادو بدي كرمالك انا. ايه يلا برجع بشوفك. عطول 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 بطلع فاشل قدام الي. ما بعرف ليه ما بعرف هيك لما بشوفه لالي بلبك ما بعرف اعمل شيء كده على اساس مبسوط وماشي حالي وعم بيفهموا علي. مين عم بيفهم علي؟ ما شفت حدا لمثل ويفهم علي. وبيناتنا الي معه حق. انا فاشل انا لا بالحكي ولا بالتمثيل بعرف احسن شيء شاطر بالاكل من بعدها بفوت بنام وخلص. هادي سعد يوم عيد ميلادك بيست ويشز من كل اكيب ميني ستوديو. مبروك كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكم تروحوا وشو فيكم تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركم عند بيكسلز هير سالون. I'm
حلقتنا لليوم بتحكي عن التمثيل الإيمائي أو المسرح الإيمائي، يعني الميم. رح نشوف شوية صور تتفهموا أكتر كيف بيكون هالتمثيل وكيف بيكون هالفن. هيدا مثلا هون ممثل عم بيجرب يعبر عن نفسه بواسط إيديه ووجهه وحركات تمه وعيونه، لأنه بهالمسرح ما منستعمل أبدا الحكي. فإذا منجرب نفسر لغيرنا بواسطة جسمنا وحركاتنا، ودايما بيكون الممثل ملون وجهه باللون الأبيض ومعلم أكتر أسود على عيونه وعلى تمه. هالفن أكيد بيطلب موهبة كتير كبيرة وتمرين كتير من الممثل. فإذا أنتو كمان إذا بتحبوا تعملوا هالمهنة فيكن تبلشوا تتمرنوا قدام المراية، تعملوا حركات وجربوا الفسروا لأصحابكم لأخواتكم إشياء كتيرة بواسطة الحركات. وبالعالم صار في أكيد ممثلين مشهورين كتير بالميم، وأكتر ممثل مشهور وبلش هالشي وبالسينما كمان هو تشارلي تشابلن، وأكيد أنتوا حاضرين أفلام لتشارلي تشابلن. طيب وهلأ نحنا أصحابنا كتار بيبعتولنا رسائل وبيخبرونا كمان شو بحبوا يعملوا لما يصيروا كبار. تعالوا نشوف سوا شوفي عنا بصندوق بريد ميني ستوديو ومين رح يربح معنا اليوم. الرسائل اللي كتير عم توصل عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو بنشكركم عليها، ونبعث لكم بوسه كبيره ومنقلكم ثانكيو على كل البطاقات اللي بعتوا لنا اياها هون تتعيدونا، واكيد عم تكفوا تبعتوا لنا. بس كل يوم نحن فينا نقرا رساله واحده مربح اسم واحد. مين حظه حلو اليوم رح يربح هي ليليان ابراهيم كارنيب، بتقول انه عمرها 5 سنين، بتحب كتير ميني ستوديو، بتحضرنا دايما، تبعت لنا بوسه كبيره. ثانكيو لليليان. ليليان نحن بنبعث لك كمان هديه حلوه رح نشوفها سوا، والهديه فيك تستلميها تصلي فينا على رقم 03-85-86-87. مبروك لكم. هلا بعد شوي رح نشوف مع الي كمان هدايا حلوه لانه انتم رح تربحوا معنا. باي. مبروك. الهديه هي لعبه حلوه كتير تقدمت ابو شبكه. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. Studio.